حكاية بطل الأفلام الكرتونية باباي مع السبانخ الذي ما أن يأكل منه حتى تتضخم عضلاته ويكتسب قوة خارقة ليست من فراغ. ها أن خبراء الصحة والتغذية يبرهنون على احتواء هذه النبتة الداكنة العجيبة على قائمة طويلة من الفوائد لأجسامنا. السبانخ حضور قوي في الذاكرة الشعبية لدى العديد من البلدان، وخصوصاً بارتباطه بشخصية باباي الخارقة في الرسوم المتحركة الشهيرة. فبمجرد أن يفتح باباي علبة السبانخ ويأكل منها حتى تبدأ عضلاته بالظهور وتظهر على جسمه علامات قوة خارقة. ما هو السر الكامن وراء القوة التي تأتي من السبانخ؟ دعونا نستكشف سوياً. يعتقد أن السبانخ من أصل فارسي، في القرن الثاني عشر انتشر في أوروبا وأصبح مرغوباً فيه لما عرف عنه من منافع صحية، وهي السمعة التي اقترنت به إلى يومنا هذا. اسم فلورنتين يستعمل كثيراً لوصف الأطباق المحتوية على سبانخ. المعتقد أن هذه التسمية تعود إلى القرن السادس عشر وإلى الزوجة الإيطالية لملك فرنسا هنري الثاني كاثرين دي ميديتشي. الرواية غير المثبتة تقول أن كاثرين أدخلت السبانخ إلى فرنسا، ولتكريم إرث بلدها إيطاليا قررت أن تطلق على أي طبق يحتوي على السبانخ اسم فلورنتين أو فلورنتينا في الأصل. السبانخ ينتمي إلى فصيلة من الخضروات ذات الخصائص المفيدة جداً في التغذية من نوع البنجر والسلق، كما أنه يشترك معهما في نفس المذاق سواء مرارة البنجر أو ملوحة السلق. هنالك ثلاثة أنواع من السبانخ هي عموماً متوفرة، مثل السافوي وشبه السافوي وذي الورق الأملس. السبانخ معروف جداً بخصائصه المغذية، وكان ينظر إليه على أنه نبتة ذات قدرات ملحوظة على إعادة الطاقة وزيادة الحيوية وتحسين نوعية الدم. هناك كلام عن أسباب وقوف السبانخ وراء مثل هذه النتائج. أول هذه الأسباب أن السبانخ غني بالحديد. الحديد يلعب دوراً مركزياً في مهمة كريات الدم الحمراء، بما يساعد على توزيع الأكسجين في الجسم وإنتاج الطاقة وتوليف الحمض النووي. السبانخ هو أيضاً مصدر ممتاز لفيتامين كي، فيتامين ألف، فيتامين سي وحمض الفوليك، في نفس وقت كونه مصدراً جيداً للمنغنيز، المغنيسيوم وفيتامين B2. فيتامين كي مهم للحفاظ على صحة العظام، ومن الصعب العثور على خضروات أخرى أغنى من السبانخ بالفيتامين كي. اللون الأخضر الداكن لأوراق السبانخ يدل على احتوائه على نسبة عالية من الكلوروفيل. هذه المواد النباتية الكيماوية لديها مضاد للالتهابات، خصائص مضادة لأنواع السرطان، مفيد بالخصوص لصحة العيون، بالمساعدة على ضمور البقع وإعتام عدسة العين. للسبانخ مستوى جيد من الحديد، ومن المهم التدوين بأن نوعين من الحديد الغذائي حديد هايم وحديد من غير هايم. حديد هايم وجد في منتوجات حيوانية وهو الأكثر امتصاصاً في الجسم بشكل ناجح. الحديد من غير هايم وجد في نباتات مغذية وامتصاصه أكثر مشقة على الجسم. السبانخ يحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات، والأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الأوكسالات وخصوصاً الحصى في الكلى عليهم أن لا يفرطوا في تناوله. نظام غذائي خفيف من الأوكسالات يعرف عادة باحتوائه أقل من 50 ميلي جرام من الأوكسالات في اليوم. السبانخ يحتوي كذلك على مستوى عال من حامض الأوكساليك، وهو ما يجعل الإفراط في تناوله يمكن أن يحد من عملية امتصاص مغذيات أخرى مهمة مثل الكالسيوم. الطبخ الخفيف للسبانخ يعتقد أنه يخفض من محتوى حامض الأوكساليك. إذن مثل ما يفعل باباي دائماً، تناولوا السبانخ لتكونوا أكثر قوة وبنمط حياة أكثر صحة، ولكن لا تفرطوا في تناوله.